عفوا دكتور غانم السالم، بكالوريوس تخصص الطب البشري من جامعة جولدي إيرلندا، ومختص بالأمراض الباطنية، وزميل الكلية الملكية البريطانية في أمراض الباطنية. ودنا نتكلم دكتور عن الأضرار الصحية الناتجة عن تعرض الموجات اللاسلكية مثل الفور جي والواي فاي، والدراسات العالمية المعتمدة عليها. تدري إن الحين الناس كثير منها ما تدري هل هذا صحيح، هل هذا خطأ، هل نتجنب ما نتجنب. فودنا صراحة إن نشوف الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في البداية نشكر صراحة الأمانة الشيخ سالم علي على تبني هذه الفكرة في جائزة سمو الشيخ سالم علي المعلوماتية، لما لها أثر كبير على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي وأيضا العالمي. والشكر هذا موصول للجنة المنظمة لما تقوم به من عمل صراحة في السنوات من 2001 وهم يشتغلون في هذا المجال في هذه الجائزة، اللي لها لاقت صدى كبير وترحيب على المستويين المحلي والعالمي. طبعا الموضوع هذا كبير ويدور بشكل على ما قال هوت توبيك في المجال الطبي. موضوع الواي فاي او الوايرلس فيديليتي، اللي هو نقل المعلومات بسرعه فائقه بسرعه فيها دقه، مطروح بشده من تقريبا خلينا نقول من سنوات، وكان قبله طرح موضوع التليفونات المتنقله والتليفونات الذكيه. وايضا كما هو عاده البشر عندما يخترع شيء جديد للحياه الرفاهيه يبدا يفكر هل هذا مضر او مفيد في 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 حياته، وهذا شيء طبيعي للانسان. طبعا الواي فاي او خلينا نقول البحث في هذا المجال كثير، وهناك بحوث يمكن اذا بدأت تبحث كأخصائي في هذا المجال أو أيضا كمطلع أو باحث ناشط في هذا المجال ستجد آلاف مؤلفة من هذه البحوث المطروحة في هذا المجال. يمكن أنا سأستند في كلامي على 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 منظمات عالمية معترف فيها، لأن لو فتحنا المجال مفتوح في معلومات قد تكون خاطئة ليس لها دقة في المجال. ففي أثناء السياق الحديث راح أذكر مصادر يمكن بعدين المطلع المشاهد يمكن يستند عليها ويبحث فيها في المجال على ما طلع، لأن الوقت ضيق فصراحة اختصر الموضوع. طبعا احنا الواي فاي عموما او الاجهزه التليفونات تستخدم نوع من انواع الموجات، والموجات متعدده. الموجات في منها الايونايزنج والنون ايونايزنج. الايونايزنج بلا خلاف يتفق عليه جميع الاطباء وجميع الباحثين في هذا المجال انه مضر للانسان، وهي ما تاتي منها من اشعه جاما او الاكس راي او خلافه، وهذه الاشعه محرمه دوليا في الاستخدام الا بحدود نطاق محتكم وفيها قوانين لاستخدامها. اما تفضل. شنو الايونايزنج؟ الايونايزنج الايونيه المتاينه اللي فيها الكترونات. بس قصدي شنو الاجهزه اللي تستخدم؟ مثل اجهزه الاكس راي او اجهزه الجاما كاميرا او الاجهزه الاخرى تستخدم في المجال الطبي اكثر من اي شيء ثاني. عندك المجال الثاني الاشعه النون ايونايزنج، اللي هي الاشعه اللي لا يوجد فيها تاين ولا فيها حركه الكترونيه، وهي كثيره نستخدمها في حياتنا العمليه، ومنها يمكن نسونا هذا الموضوع الميكرويف. لما طلع الميكرويف في البدايه كان عليه حكي كبير، وهو الميكرويف جزء من النون ايونايزنج، وكان عليه خلاف هل هو يسبب سرطان ولا يسبب سرطان، وصار في بحث كبير في هذا المجال. النون ايونايزنج ويفز او الاشعاعات اللي تخرج النون ايونايزنج هذه ليس لها ضرر طبي مباشر على صحة الإنسان، وهذا أثبت الإنسان خلال يمكن أكثر من 50 أو 70 سنة في 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 حياة البشرية. موضوع الإنترنت والواي فاي والتليفون يمكن في 30 سنة الأخيرة كان عليها بحوث. منظمة الصحة العالمية بدأت في 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 عمل بحث في هذا المجال بشكل كبير وعلى شكل نطاق يشمل دول العالم كلها. وجدوا أنه لا يوجد علاقة مباشرة ما بين الواي فاي أو التليفونات و موضوع السرطان او موضوع اي مواضيع اخرى تسبب تاثير سلبي على حياه الانسان، لان بالنهايه هذه الاشعه الكترومغناطيك ويفز نون ايونايزنج سيف. فانتهوا على هذا المجال، لكن فلو سالتني السؤال بشكل جوابه لا يوجد، لكن ما بعد لكن هي المشكله. الفكره ليست في الموجات نفسها، لكن الفكره في كميه الموجات، في نوعيه الموجه، في الكونستريشن او خلينا نقول تركيزها بشكل مباشر. يعني عشان نجيب مثال يكون ملموس للمستمع والمشاهد، ان
يجيب الماي، الماي ما منه ضرر، لكن يجيب الماي بقوة معينة، بدفع معين، بتركيز معه ممكن يخرق الطوفة، يخرق الحيطة. فهي نفس الفكرة. احنا الحين الواي فاي صار فيه هوت سبوت، صار واي فاي منتشر في كل مكان مثل ما تفضلت، يستخدمونه يمكن صغار السن أكثر من كبار السن، يستخدم في البيت، في الدوام، في الشارع، في السيارة، في كل مكان. فهي هالكمية هذه وتركيزها هل لها أثر على حياة الإنسان؟ هذا هو الخلاف الكبير القائم في البحوث العلمية حاليا، وهي ما تستدل عليه الأبحاث الآن، لدرجة أن منظمة السرطان العالمية International Research for Cancer غيرت مفهوم Non-Ionizing Wave، لدرجة أن انقلوه ليفل جديد وقالوا هو 2B كارسينوجينيك، بمعنى أنه أصبح الآن ممكن هناك، قد تكون هناك علاقة ما بين انتشار معدلات السرطان حاليا في العالم ككل واستخدامات المتعددة للواي فاي والأجهزة الذكية. إلى الآن لم يجدوا solid evidence، ما وجدوا دليل واضح هذا يسبب هذا، ولكن وجدوا أن كثرة الانسيدنت أو كثرة استخدام الانترنت في العالم تتوافق مع كثرة خروج سرطانات كانت تعتبر نادرة في العالم في السابق، مثل سرطانات الدماغ وبعض السرطانات الليمفاوية الأخرى. وفي تصريحهم أو في بحثهم كانوا يذكرون أن تقريب التليفون من الرأس أو من الأذن كان أحد الأسباب اللي يعتقدون أنها ساعدت في انتشار هذه النوعية من الأمراض. ايضا في بعض البحوث استند عليها في ايطاليا، وقد يكون هذا البحث يمكن يعني يثير كثير من الجدل، نشر مؤخرا كان يبحث عن او يعني يدعي هذا الدوله في منظمه في ايطاليا ان هناك علاقه ما بين انفيرتيلتي او عدم الخصوبه واستخدام الواي فاي بكثره، على الرغم من وجود الدليل البسيط جدا انا ذكرته، لان هذه منظمه معترف فيها عالميا وهي تعتبر احد القائدين في هذا المجال. فبالتالي تطور الانسان يصاحبه كثير من الامراض، هذا عموما، لكن ايضا يصاحبه رفاهيه في الجانب الاخر. خوفنا احنا من التكنولوجيا وخوفنا كانسان من استخدامات الرفاهيه في العصر الحديث تدعونا دائما الى ان نكون متخوفين وحذرين في هذا المجال. لو بغينا نختصر هذا الحديث ككل، فاحنا ننصح يعني ان نكون حذرين ولسنا خايفين من استخدام التكنولوجيا، لان الدليل العلمي الحالي لا يثبت وجود اي علاقه ما بين امراض الانسان و استخدامات الواي فاي أو استخدامات الهواتف الذكية، على الرغم من أن ما زال في مجال البحث والاطلاع. يمكن عشان نختم الموضوع باختصار بعض النصائح يمكن أنا كنت مذهبها عشان أتكلم في هذا الموضوع أو أنا أتحدث فيها دائما حتى في أسأل فيها في العيادة أو في أماكن أخرى، نحن نفضل كما جاء في منظمة في الـ FDA اللي هي Food Drug Administration في أمريكا، تنصح باستخدام السماعات بدل ما تستخدم التليفون مباشرة في الأذن. أيضا أن تكون هناك مسافة بينك وبين الواي فاي، ترى على فكرة القصدير شفت القصدير شلون ضعيف، يمنع عنك الموجات هذه نهائيا. هذا يمكن يبني لطرفة، الفاشن بدأوا الآن يدخلون في هذا المجال، في بدلات تلبسها توريك شكثر يمك الواي فاي، شكثر يقدر يحميك الواي فاي، يحطون طبقة من الألمنيوم تحميك من الواي فاي. فهذا المجال أخذ بعد كبير، أخذ بعد اقتصادي، أخذ بعد في المجالات الصناعية الأخرى. فإحنا ننصح في هذا الشيء أنك أنت تكون تبتعد عن الواي فاي مسافة يعني مثل مترين أو أكثر عن الواي فاي، وأنت تلتزم بالسماعة باستخدام التليفون، واستخدم الإنترنت كما شئت بإذن الله لن تصاب بأي شيء إن شاء الله.